السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شفنا امتحان سابق عن مادة الفيرست، في بعض الأسئلة داخلة معاكم لأنه البعض الآخر كان مش داخل معاكم بيحكي على 3D وإلى آخره، ففي كم من سؤال داخلين معاكم في امتحان يوم الأحد، فخلينا نحلهم ونشوف شو هي أفكارهم. تمام، ففي عندنا هون هاي أول سؤال داخل معاكم، طبعا الحل الموجود لا تتمدوا لأنه غلط. تمام، فهلا حنحل السؤال بالتفصيل وبطريقة بسيطة، وكله حكينا هذا أوريدي يعني في الشرح. To replace the loading system by a single resultant force and specify يعني location، احنا متفقين اللي هي دي ستار، ماشي، where to be located measurement from point A. تمام، وين النقطة هاي؟ طبعا للتوضيح، في هذا الارتفاع 2.5، هذا الارتفاع نص، في عندي المسافة من هون لهون 1، والمسافة من هون لهون 3، وفي عندي المسافة في عندي اللود بمقدار 1.5. أول خطوة بدي أبسط الشكل لشكل وأعرف أتعامل معه. فهذا عندي الشكل ايش؟ ترابيزويدال، فانا راح ابسطه لمربع هيو هيك، وراح ابسطه لايش؟ لمثلث اللي هو الشكل هذا. تمام، لهون امورنا طيبه. باجي بحكي لك اف واحد اللي هي للمربع، شو هي للمربع الاف واحد؟ راح تكون اللي هي نص بثلاث، اللي هو ارتفاع المربع هذا الصغير اللي هو نص في قديش؟ في ثلاث. تمام، في ثلاث حيطلع معاك الجواب 1.5. بالنسبة للوكيشن تبع المربع حكيت لك، بس تطلع ديستريبيوتد لود مباشرة تطلع اللوكيشن اللي هي 3 على 2، اللي هي القاعدة على 2 بتعطيك قديش؟ 1.5. تمام، هسه بالنسبة للمثلث اللي هو F2 شو وضعها؟ نص، القاعدة اللي هي 3 في الارتفاع اللي هي 2. كيف 2؟ اللي هو انا حكيت لك هاي كلها 2.5، راح منها نص للمربع قديش ضل؟ 2. ولو بدك تتأكد اجمع لي الارتفاع الاول 2 والارتفاع الثاني نص، قديش راح يعطيك التوتال؟ 2.5. امورك ايش؟ امورك طيبه. نص في 3 في 2 حيعطيك 3. بالنسبه لللوكيشن انا من وين شغال؟ من القاعده ولا من الارتفاع؟ لا، شغال من الارتفاع عند النقطه اي، فالارتفاع يعني 1 على 3 في 3 بيعطيك قديش؟ 1. تمام لهون، تمام. وفي عندك اف 3، شو هي اف 3؟ اللي هي الجاهزه اللي هي 1.5، هاي اللي هي 1.5. ممتاز. شو عندك هسه؟ بدك تبسط الشكل. انت كل هذا الحكي عملته عشان ايش؟ تبسط الشكل عندك وتعرف تشتغل معاه، وتطلع لك تطلع المومنت وتطلع المحصله عشان تعرف تطلع اللوكيشن اللي هو طالبه اللي هو السبيسيفاي. تمام، ممتاز. فاحنا فعليا قاعدين بنعمل بعمليه ايش؟ بنعمل بعمليه الريبليس، مجموع بنحلل القوى، بعدين نجمع القوى، بعدين نطلع ايش؟ المومنت. فانا عندي هنا هاي البيم، هاي النقطه A، كان في عندي فورس هون وتبعد مسافه 1 متر، مقدارها قديش؟ 1.5. بعدين كان في عندي من هون لهون 3، صح؟ من هون لهون 3، بس احنا الثلاث بدنا ايش؟ نفصل حسب اللوكيشن. طيب شو كان في عندي؟ كان في عندي ديستريبيوتد لود، خلينا بس ايش؟ نحطه بخط متقطع، بعدين ايش؟ بنحط الفورس عليه، هيك افضل. هاي ديستريبيوتد لود على المربع، كان في عندي فورس هيها اللي هي على المربع بس، كانت مقدارها قديش؟ اللي هي 1.5. ايش كان اللوكيشن تبعها؟ هون 1.5 وهون 1.5. وكان في عندي كمان فورس وين؟ على المثلث، هاي المثلث هون بتيجي المثلث. قديش كانت مقدارها الفورس؟ مقدار الفورس 3، واللوكيشن هاي تبعها قديش طلع عندي؟ 1. هيك بقدر اطلع المومنت براحتي. اول خطوه خلينا نيجي نحكي مجموع القوى. في داعي اروح احكي مجموع القوى على الاكس؟ لا، ما عنديش قوى على الاكس، فمع السلامه. في عندي قوى بس على الواي، وهي نفسها المحصله. مجموع القوى على الواي شو تساوي؟ -3 -1.5 -1.5، شو راح يعطيك؟ -6. تمام لهون، حيعطيك -6. تمام، هسه شو عندنا؟ بدنا بهمنا نطلع المومنت عشان نكمل عمليه الريبليس. فمجموع المومنت عند النقطه A شو يساوي؟ وطبعا زي ما حكيت لكم لا تنسوا الفرض، تبينوا للدكتور ايش بتكتب، كيف بتشتغلوا، لانه احنا بنشتغل عكس عقارب الساعه موجب، هذا هو الفرض تبعنا اللي هو كاونتر كلوك وايز. ماشي، يلا اول خطوه عندنا شو عندنا؟ عندنا الواحد ونص. الواحد ونص مع ولا عكس؟ هي عكس، مع عقارب الساعه. 1.5 ماينس انها مع عقارب الساعه في المسافه، شو المسافه تبعتها؟ اللي هي 4، اللي هي 4. طبعا انا هون غلطان، المفروض هون تكون الواحد ونص، بس رسمتي يعني هيها، لان هي الواحد ونص وهي المسافه كلها 4. ماشي، في 4. وعندك كمان -1.5، شو اللوكيشن من هون لهون؟ هي 1.5، احنا عارفينها اصلا، طلعينها 1.5. وفي عندك كمان -3 اللي هي المثلث، شو اللوكيشن تبعه اللي هو 1. تحسبها بتطلع معك المومنت -11.25
5 اللي هي نفسها 11.25 counter clockwise. شلنا السالب وحطينا انه clockwise. تمام، فالفكرة وين هسا؟ بدنا نطلع اللوكيشن. هيك خلصنا عملية الريبليس، ماشي، هيك خلصنا عملية الريبليس. نطلع اللوكيشن اللي هو طالب اللي هو D star. شو قانونه؟ المومنت على F R، وإحنا متفقين إنه قيم مطلقة، ما باخد إيش سوالب، ما باخد إيش، ما باخد سوالب. تمام، وإحنا كمان متفقين البيم على X، فإيش راح تكون هون F R؟ F R الخاصة في الواي، وأصلاً وانا الاف ار بس للواي، فواضح عندك السؤال هذا لما يكون، لانه قبل ايش اخذنا؟ مجموع الاف اكس مجموع الاف واي، صح؟ حتى لو كان عندك اف اكس، هاي الاف ار راح تكون الخاصه بالواي. ليش؟ لانه البيم عندي على الاكس اكسس، حكينا هذا الحكي بالفيديوهات. اذا كان البيم على الواي اكسس بحط الفورس الخاصه بالاكس اكسس، تمام؟ بس هسه البيم على الاكس اكسس بحط الاف ار الخاصه بالواي اكسس. فعليا الاف ار هي خاصه بالواي اكسس، ليش؟ لانه كل الفورس عندك على الواي اكسس. هذا بس تذكير الاشي اللي حكيناه وين بالفيديوهات. المومنت باخذه قيمه مطلقه 11.25، اف ار 6، حيطلع معك اللوكيشن قديش؟ 1.875. وهيك انتهى السؤال، هذا سؤال امتحان. شايفين الوضع بسيط وسهل، هيو للي بده يصوره. حللتهم الفورس، كل فورس حللتها وطلعت امورنا ايش. تمام، نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني خاص في شابتر 6، خلينا نخطه على جنب هيك تحت شوي. السؤال الثاني خاص في شابتر 6، طبعا هذا مادة السكند نسوه لانه كانت داخل معاهم الفصل اللي قبل اللي هو السنترويد القصص، هاي بنحكيها بنجي نحكيها بالتفصيل. السؤال خاص في شابتر 6، سؤال بسيط ويعني لابد يجيكم زيه، لابد يجيكم زيه وين في الامتحان، ضروري صراحة. ماشي، نقرا السؤال شوي شوي ان شاء الله انه يكون واضح، يعني حاولنا نوضح اكثر قدر المستطاع. بيحكي ديترماين ذا فورس ان ممبر بي سي وبي دي ودي سي، بده يعني اطلع له 3 ممبر بي سي وبي دي ودي سي وذا ترس على هذا الترس اند ستيت ان ذا ممبر تنشن اور كومبريشن. يعني بيحكي لي طلع لي قوة البي سي والبي دي والدي سي وحدد لي هل هما كومبريشن هل هما تنشن. وبيحكي لي في عندك سبورت اي از بين، عند النقطة اي في عندي بين. بحكي له ما بدي اياك تحكي لي انت ايش في عندي، انا عارف اشكالهم، واضح عند النقطة اي في بين، وعند سبورت عند النقطة دي في عندي رولر. ممتاز ممتاز ممتاز، اول خطوة بدي اتفرج عليها، اول خطوة بدي اتفرج عليها. عندي عند النقطة ايش حكى لي في عندي بين، فانا شو في عندي؟ راح احط هون اي واي وهون اي اكس، وحكى لي عند النقطه في عندي رولر، صح؟ فهي عموديه، فهي راح تكون دي واي. اوكي ممتاز ممتاز ممتاز. هو ايش طالبني؟ طالبني البي سي، طالبني البي دي، طالبني الدي سي. عندك خيارين، اما انك بتاخذ سيكشن وبتشتغل او بتروح بتحلل المنبر كامل. بناء على ايش بدي احدد؟ انا اروح احلل المنبر كامل واطول على حل الحل ولا اخذ سيكشن؟ السؤال بحكمني. كيف يعني السؤال بحكمني؟ خلينا نشوف. هسا في عندي اي بي وفي عندي بي سي وفي عندي، هلا ايش هو طالب؟ طالبني البي سي، صح؟ يعني طالبني هاي، وطالبني البي دي، يعني طالبني كمان البي دي بده، صح؟ وين النقطه دي؟ النقطه دي هيها، فطالبني البي دي هي اللي هي هاي، وطالبني الدي سي، الدي سي اللي هي هاي، صح؟ تمام. فهون لو انك اخذت سكشن او ما اخذت سكشن الحل قصير، لانه الشكل اصلا يعني مش هالشكل الكبير، فاهمين كيف؟ هس انا دائما حكيت لكم اياه، اذا كان الشكل كبير وطالبك يعني كان فيه كثير عندي يعني كثير شكل معقد وطالبك خيارات معدده، خذ سكشن. بس هون الشكل قصير، ماشي، يعني الشكل صغير، لو انك ما اخذت سكشن عادي، يعني الموضوع بسيط. فاحنا ما بدنا ناخذ سكشن، خلينا نحلل، خلينا نحلل. بس انا بدي اياك تنتبه لشغله من الخصائص تبعون الترس اللي انا حكيت لك اياها. اذا كان عندك تو ممبر ما عليهم فورس بينهم زاويه بيكون صفر، واذا كان عندك كمان تو ممبر متصلات ببعض مكملات لبعض الثالث بنشطب. انتبه لي هون النقطة بي، هاي واحد، هاي اثنين، وهاي ثلاث، سي مكمل لبي وبي مكمل لأ، في عندك الثالث بنشطب، فهذا فعليا زيرو اللي هو بي دي. فبي دي بدون ما أحل حكيت له انه صفر. شايفين كيف؟ هاي الخصائص اللي بتهمني، اثنين مكملات لبعض الثالث بنشطب، اثنين مكملات لبعض الثالث راح ينشطب. تمام، واضح زي عين الشمس. ولو البني آدم الغرباوي اللي مش مقنع بيروح بأخده بيحلله على جنب بيطلع معه صفر. فإحنا بالامتحان نكون تفكيرنا هيك سريع، فأنا نعتبر أن هذا شطبته، يعني أنا خلص البي دي صفر، خلصت. شو بدي أطلع؟ كالتالي. تمام، خلينا نرجع نبسط الشكل بعد ما حللنا هاي النقطة سي، وفي عندك فورس هون مقدارها قديش؟ 22. في عندك هاي النقطة بي، وفي عندك هاي النقطة
ايه هم اصلا مكملات لبعض، الثالث بينهم بروح، فما راح احط انه خلص شطبت معه راح. في عندك هاي النقطه، هاي النقطه دي، وهيك صار عندي الشكل شكل بسيط، لانه هذا الشكل هذا اللي بالاحمر يساوي صفر، انا شطبته. ليش شطبته؟ لانه خلاص اثنين مكملات لبعض، الثالث بنشطب. في عندي هون حكينا في عندي a y، وفي عندي هون a x، وفي عندي هون دي واي. المطلوب عندي كالتالي، المطلوب عندي بي سي هيو هذا المنبر، ومطلوب عندي ايش بي دي، والبي دي اوريدي انا طلعته هو صفر، والمطلوب عندي اللي هو الدي سي اللي هو هيو. هذول المطلوبات عندي، فامورك جدا طيب، يعني كانك انت ماخذ سيكشن لحالك، لانه هم اصلا شكل بسيط. فاول خطوه ايش حكينا بنعملها؟ بنطلع الرياكشن. اول خطوه بعملها يلا، مجموع القوى على الاكس ايكوال 0. شو في عندي على الاكس؟ في عندي 22 ماشي، وفي عندي زائد الاي اكس 22 زائد ايش؟ زائد الاي اكس ايكوال 0. فعندي الاي اكس طلعت قديش؟ ماينس 22. هل حلي غلط؟ لا، مش حلي مش غلط، بس انا بشيل السالب وبعكس الفرض، يعني فرضي غلط، فبشيل هاي وبحط انه فرضي هيك. هيا هذا هو الشكل الصحيح. نكمل. مجموع القوى على الواي تساوي، شو في عندي على الواي؟ في عندي اي واي، وفي عندي زائد دي واي، ما ضلش يساوي صفر. راح استعين في المومنت. مجموع المومنت عندي النقطة، خلينا ناخذها عند النقطة A. طبعا احنا متفقين لما اشتغل على هاي الطريقة عندي تو ايكويشن بستخدمها، مجموع القوى على الاكس، مجموع القوى على الواي عادي. لما اذا بدي اخذ سيكشن عادي بستخدم المومنت، لا براجع لكم المادة. اما بالرياكشن عادي، مجموع القوى على الاكس، مجموع القوى على الواي، مجموع القوى، مجموع المومنت. كمل. مجموع المومنت عند النقطة A، هاي ما راح تعمل لي مومنت، هاي ما راح تعمل لي مومنت. شو راح يعمل لي مومنت؟ الدي واي، وهي عكس عقارب الساعة، معناته الدي واي في المسافة العمودية. هاي الدي واي شو المسافة العمودية؟ اللي هي هاي، اللي هي 11. تمام؟ ممتاز. في عندي كمان 22، كيف ماشي مع عقارب الساعة؟ يعني ماينس 22 في ايش؟ المسافة العمودية يساوي صفر. شو المسافة العمودية؟ اللي هي المسافة هاي اللي انا بدي اياها، لانه انا بمشي الفور زي هيك وبدي المسافه هاي. طيب شو هاي المسافه؟ هاي مشي مشي مشي، بدي هاي المسافه. هاي المسافه قديش؟ هي نفسها هاي المسافه 6 و6 اللي هي ايش؟ اللي هي 12. تمام، اللي هي 12. حلو، باجي بحسبها تطلع معي الدي واي تساوي، هتطلع معي 24. هتطلع معي 24 ماشي. هسه راح اجي اعوض في معادله الواي. بعد ما اعوض معادله الواي تطلع معي الاي واي قديش؟ ماينس 24. فرضي غلط، بشيل السالب وبعكس الفرض، يعني الاي واي لتحت، يعني الاي واي هيها لتحت. تمام، خلصنا موضوع الرياكشن. هسه راح نيجي نشتغل على الجوينت، اللي هي هاي الطريقه اسمها المنبر اوف جوينت. المنبر اوف جوينت شو حكينا؟ مجموع القوى على الاكس، مجموع القوى على الواي، بس بقدر استخدم. طيب اول جوينت راح ندرسها اللي هي ايش؟ اني جوينت، اللي هي الجوينت سي. الجوينت سي او الممبر سي، هاي الجوينت سي نحلله ونشوف شو في عليه قوة. الجوينت سي هيو ماشي، عليه فورس بمقدار 22 زي ما احنا متفقين، وعليه فورس اللي هي السي بي اللي هي هيها، وعليه فورس اللي هي السي دي، وعليه فورس اللي هي السي دي. تمام لهون امورنا طيبه. بدنا نحلل، كيف طريقه التحليل؟ هاي راح تتحلل لهون وراح تتحلل لهون، هاي سي بي وهاي سي بي. هسه بنشوف كوساين او ساين او فيثاغورس حسب. طيب وفي عندنا السي دي. تمام، هسه بنرجع نحلل ايش؟ السي دي. بالنسبه للسي دي كيف راح تتحلل؟ بنفس الطريقه، لهون ولا ايش ولا تحت. معناته انا خلاص فيش داعي اخليهم، هاي حللتهم ورسمت الكريب دايجرام. تمام تمام. طيب بتحكي لي طيب السي بي كيف بدنا نحللها؟ تعال افرجيك. السي بي نرجع لي على الشكل، يعني اوضح من هيك صراحه صعب، كانت الصوره كثير مغبشه. طيب هي السي بي صح، حطيلك حاطط لك فيثاغورس 3 4 5. اها، يعني على الاكس شو راح تتحلل؟ 4 على 5. ارجع لي هون، هون 4 على 5، وراح تتحلل على الواي اللي هي 3 على 5. هسه نرجع نشوف المنبر الثاني اللي هو ايش؟ اللي هو سي دي. السي دي هيو شو حاطط لك؟ حاطط لك 13 و12 و5، برضه فيثاغورس مش واضح برضه بالشكل، بس يعني اوضح من هيك، يعني زي ما حكيت لكم صعبه كانت. هون هاي اللي بالاسود اللي هي السي دي، يعني تحليل عادي. سي دي في 5
على 13 على الاكس، والسي دي في اللي هي 12 على 13. ممتاز. يلا مجموع القوى على الاكس ايكوال 0. شو في عندي على الاكس؟ عندي على الاكس اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، عندي سي بي في 4 على 5 طبعا بالماينس، ماينس السي دي في 5 على 13. طبعا انا فرضي تنشن، انا فارض انها تنشن طالعه من النقطه، تمام، فارض انها ايش طالعه من النقطه اللي هي تنشن. ممتاز. هذا الحكي يساوي صفر او لا، يساوي ماينس 22 لانه زائد 22 زدتها على الجهه الثانيه صارت 2 ماينس 22. مجموع القوى على الواي، شو في عندي على الواي؟ ماينس سي بي في 3 على 5، وفي عندك ماينس سي دي في 5 على 13 يساوي 0. هي معادلة رقم 2. عندك معادلتين في مجهولين، حلهم على الآلة الحاسبة، تطلع معاك، تطلع معاك كالتالي. راح تطلع معاك انها السي دي تطلع معاك 40، وطلعت معاي موجب، بما انها طلعت معاي موجب يعني تنشن، وراح تطلع معاك السي دي، السي دي طلعت معاك ماينس 20 26. بما انها ماينس 26 بشيل السالب وبحكي السي دي تساوي 20 26 كومبريشن، 20 26 كومبريشن. تمام. هذا هو السؤال انتهى. ليش السؤال انتهى؟ لانه هو طلب مني ثلاث مطالب، طلب مني السي بي وطلب مني هو البي سي هي نفسها السي بي، طلب مني الدي بي وطلب مني الدي سي. طيب الدي سي هيها والسي بي هيها، واخر شيء اللي هو طلبه اللي هو اللي انا شطبناها اللي هي البي دي، البي دي اللي هي ايكوال صفر. ليش؟ لانها اصلا اثنين منبر مكملات لبعض، الثالث انشطب. لو البني ادم اللي بده يتاكد منها ياخذ عند النقطه ياخذ جوينت دي ويحلله بنفس الطريقه لازم تطلع معها هاي النقطه صفر. هذا هو السؤال انتهى كامل، موضوعه بسيط وبرضه لازم يجيكم عليه، بس تحليل، انتبه للخصائص، امورك طيبه. لو ما انتبهت للخصائص عادي، خذ النقطه دي وحللها بيطلع معك الجواب، بيطلع معك ايش الجواب. طبعا هذول هم السؤالين صراحه كانوا واضحات، طبعا هم هذول بس السؤالين، كان في سؤال ثالث داخل معاكم بس صراحه ابدا ابدا سيء، مش واضح بالمره يعني، فدورت على نفس فكرته بالكتاب، خليني افرجيكم اياها، نفس فكرة تماما يعني، بس اختلاف ايش؟ اختلاف ارقام. حلينا هذا السؤال ولازم يجيكم نفس فكرته، حلينا سؤال هي على شابتر 6 لازم يجيكم نفس فكرته. تمام تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. عشان اكد لكم على شغله بالنسبه للتنشن والكومبريشن، انا دائما فرضت انها طالعه من النقطه، يعني هاي النقطه سي فرضت انها طلعت من النقطه يعني تنشن، طلعت من النقطه يعني تنشن، ماشي. طلع جوابي موجب يعني هي تنشن، طلع جوابي سالب معناته فرضي غلط، راح يكون ايش؟ كومبريشن. للناس اللي ممكن تفرضها كومبريشن راح يطلع جوابك موجب مباشره، مش تروح تعكس وتحط تنشن، لا، انت من البدايه فرض كومبريشن طلع جوابك موجب يعني فرضك صح. لهيك بحكي لك دائما افرضها تنشن انها خارجه من النقطه، طلع جوابك موجب يعني تنشن، طلع جوابك سالب اشطب السالب احط لي كومبريشن. الله يستر اموركم ويفتح عليكم. طيب بس خليني افرجيكم السؤال الثالث اللي شفته مش واضح، نفس يعني فكرته طلتها من الكتاب. ايوه هيو هيو، طبعا سبحان الله حليته امبارح، وهيو نفسه هيو مش هاد هيو. شو بيحكي لي السؤال؟ 155 replace the loading by an equivalent resultant force and couple moment at عند النقطة at point A. طيب هاي الشكل اللي عندي، ماشي، هاي الشكل اللي عندي، الشكل اللي عندي هاي النقطة A، ماشي، هاي النقطة A بدأ يعني اعمل ريبليس عند النقطة. اول خطوة عند ديستريبيوتد لود، عندي المربع هذا اللي هو F1، ماشي، المربع شو الشغل تبع المربع؟ ارتفاعه 50، ف 50 في 4 200، بالنسبة لللوكيشن راح يجي بالمنتصف، هاي زي ما انا حكيت لكم 4 على 2 اللوكيشن اللي هو 2. ممتاز. بالنسبة للديستريبيوتد لود الثاني ترابيزويدال، قسمته لمربع ولا مثلث؟ مربع. شو راح يكون؟ طيب بدنا نعرف شو ارتفاعه، عندي الارتفاع كامل 100 وارتفاع المربع قديش؟ 50، ف راح يكون ارتفاع المثلث قديش؟ 100 ناقص 50 50، معناته الارتفاع بالنص جاي. المربع 50 في 6 300، بالنسبه لللوكيشن 6 على 2 راح يطلع 3،
اف 3 اللي هي المثلث اللي الجزء الثاني اللي بالاصفر اللي هو هيو ماشي، راح يكون نص القاعده في الارتفاع، نص في 6. الارتفاع قديش؟ 50. ليش 50؟ لان حكينا اخذنا 50 للمربع فضل 50 للمثلث، لان الارتفاع كامل 100 وراح 50 للمربع ضل 50 للمثلث. اللي بحب يتاكد برضه لازم يكون عندك الارتفاعين مساويات للارتفاع الكلي، 50 و50 مساويات لل100 اللي هون اللي هو الارتفاع الكلي. بالنسبه لللوكيشن باخذها من الارتفاع اللي عند النقطه A، فتلت حكينا لما ناخذها من الارتفاع تلت في القاعده، لما ناخذها من القاعده تلتين بالقاعده، تلت في 6 حيطلع عندك 2 فوت. هسه راح اجي ابسط الشكل، هاي الشكل في ديستريبيوتد لود، هون 200 اللي هي المربع، 2 لليمين 2 لليسار لوكيشن، هون في عندي الفورس مايل بزاويه زي ما احنا شايفين، هو مايل بزاويه 60 درجه، 300 و150 اللي هو المربع ولا المثلث نفس سوينا قبل شوي في الاسئله. طيب هسه انا هون كاتب لك انهم بدهم تحليل، ليش؟ انهم اصلا مايلين بزاويه 60 درجه. هسه اكمل الريبليس. الريبليس شو هو؟ حكينا مجموع القوى على الاكس، مجموع القوى على الواي، ومجموع ايش؟ المومنت. السؤال اللي قبل ما فكرنا مجموع القوى على الاكس، ليش؟ انه كل الفورس على الواي وهي طلعت الاف ار. هنا لا، في على الاكس وفي على الواي، ممتاز. فمجموع القوى على الاكس في عندك ال 200 مش على الاكس، ال 300 بتتحلل على الاكس. كيف راح تتحلل على الاكس؟ هي راح تتحلل فعليا هيك، راح تتحلل هيك، مظبوط ولا لا؟ تمام. وهاي راح تتحلل فعليا هيك وراح تتحلل هيك. ففي عندي على الاكس مجموع القوى على الاكس في عندي 300 في ساين ال 160. بتحكي لي ليش ساين؟ ليش مش كوساين؟ بحكي لك انتبه للفكره شوي، انتبه لي لهالفكره شوي. بس احنا عندنا هاي الجسم المايل وهاي الفورس وهي الفورس، هاي الزاويه المايله 60 درجه بعيده عن الفورس، يعني ال 60 درجه هاي مش للفورس، فانا فعليا بدي اكملها ل 90 درجه. ماشي، بدي اكملها ل 90 درجه. شوف شوي عشان اوضح الرسم كويس. هيها هيها هاي البيم، هاي البيم ماشي، هاي الفورس وهاي اللي هي مايله ب 60 درجه. فانا كيف بدي احلل؟ بدي اكمل ل 90 صح؟ فهاي 30 درجه مايله مع محور الصادات، مع محور الصادات. فمايلة مع محور الصادات باخدها ايش؟ على الاكس بتكون ساين الستين وعلى الواي بتكون كوساين الستين، او مش كملتها لتسعين درجة وطلعت معك 30 درجة، خلاص على الواي كوساين الثلاثين وعلى الاكس ساين الثلاثين. ركز شوي، يعني الستين هاي ما بقدر احلل عليها، انا مش جاهزة للفورس. يا اما باخد المتمم من التسعين وبستخدم كوساين الثلاثين وساين الثلاثين، او بستخدمها نفسها بس على الاكس بتاخذ ساين ال 60 وعلى الواي بتاخذ كوساين ال 60. هسه احنا على الاكس 300 في ساين ال 60 و150 في ساين ال 60، تمام. للناس بدهاش تاخذ زي هيك، تاخذ المتمم ل 90 درجه، بتيجي بتحكي 150 في كوساين ال 30 و300 في كوساين ال 30. واوريدي احنا عارفين انه اصلا ساين ال 60 هو نفسه كوساين ال 30، يعني سيم سيم نفس المبدا. هي كاتب لك بدك تحل في كوساين ال 30 او ساين ال 60، امورك طيبه، بس تكون صاحي في الزوايا. هاي الزاويه مش مايله على محور الاكس اكسس لانه الفورس طلع كيف جاي زي هيك، وانا عندي هاي الفورس فراح اكملها ل 90 درجه. ماشي، بالنسبه على الواي اكسس في عندك ناقص 150 في كوساين ال 60 او ساين ال 30، ناقص 300 في كوساين ال 60 او ساين ال 30، ناقص 200 اللي هي ال 200 اللي هون، بيطلع عندك هاي الجواب. الاف ار طبعا انا مش مطلعها، بدي لا مطلعها هنا تحت، خلاص امورك طيبه. الاف ار كيف بدك تطلع على الاف ار؟ الكومبوننت للواي تربيع، الكومبوننت للاكس تربيع هيها، وبالنسبه للثيتا زي ما احنا عارفين على الاله الحاسبه، المركبه تبعت الواي على المركبه تبعت الاكس. الريبليس خلصنا؟ لا، ضل عندي فكره المومنت. فكره المومنت فرضت الفرض انها عكس عقارب الساعه موجب، وبلشنا في عندك يلا ناقص 150 شو المسافه العموديه؟ اللي هي ال 200 الاثنين اللوكيشن انا طلعته فوق لانها ماشي ايش؟ مع عقارب الساعة، ناقص 150 اللي هي تبعت المثلث في ال 200، وفي عندك ناقص 300 في المسافة العمودية، برضه اللوكيشن انا مطلعه قديش؟ اللي هو 3 ماشي، وعندك برضه 200 برضه ناقص لانها مع عقارب الساعة في المسافة العمودية اللي انا مطلعها، اللي هي بدك تمشي لهون وبدك تاخذ المسافة هاي كلها، يعني عندك 5. ليش 5؟ لأنه عندك هون 2 ومن هون 3 فراح تاخذ 5 ماشي، وحتحل طبعا عوض الآلة الحاسبة حيطلع معك ماينس 2200 ماينس اشطب السالب وتحطها موجب وبتحط له انه كلوك وايز، يعني فرضك كان غلط وهيك صححته.
عند الكلوك وايز. تمام، يعني هاي الافكار احنا كلها شرحناها اوريدي، بس انه كانت الفكره الجديده انه او يعني نفس السؤال كان في الامتحان، بس انه كان مش واضح، فشفنا سؤال من الكتاب نفسه يعني على نفس الفكره بس تغيير ارقام، انه هون كانت البيم كان مايل، فكان بحاجه اني احلل هدول الفورس باستخدام الزاويه. اوريدي احنا اخذنا موضوع التحليل يعني باسهاب انه خلصناه واموره طيبه. وبالنسبه للسؤالين اللي فوق، بالنسبه لا السؤالين اللي فوق بس عندك لسابتر 6 بدك تنتبه انه زيرو فورس منبر ماشي، ولو ما انتبهت عادي بتاخذ الدي وبتروح بتحللها بيطلع معك، يعني هاي النقطه دي هاي راح تكون في عندك هون، راح تكون في عندك هون، راح تكون في عندك هون، هاي راح تتحلل هيك وراح تتحلل هيك، وهاي راح تتحلل هيك راح تتحلل هيك، بتشتغل عليها راح يطلع معك الدي بي، لازم تطلع معك صفر، لازم تطلع معك صفر، وبتشتغل على نفس ما احنا شغالين كنا. وهذا السؤال يعني هو اهم سؤال فيهم صراحه، لانه تبع اللوكيشن ماشي، بتروح تعمل ريبليس بتستخدم المومنتس وامورك طيب ان شاء الله، والله ييسر اموركم ويفتح عليكم ودعواتكم، ان شاء الله فالكم الفل في امتحان يوم الاحد. السلام عليكم.